جهاد جريشة أحد أبرز الحكام المصريين الذين شاركوا في مختلف البطولات الأفريقية والعالمية، وأكد أن التحكيم المصري قادر على إخراج كوادر كبيرة قادرة على التواجد في أكبر البطولات. ولد جهاد جريشة في 29 من شهر فبراير عام 1976. اختار الدولي السابق طريقه وحجز مكانه بين قضاة الملاعب، حيث تدرج في المستويات وصولا إلى أن أصبح حكما محترفا وتقلد الشارة الدولية. شارك جريشة في العديد من البطولات المحلية والأفريقية والدولية خلال مسيرته، ولعل أبرزها بطولة كأس العرب عام 2012، كما شارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في جنوب أفريقيا عام 2013، ليختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ضمن حكام نهائيات مونديال العالم في البطولة التي استضافتها البرازيل عام 2014. في عام 2016 كان جريشة على موعد مع إنجاز جديد، حيث جرى اختياره في المركز 13 عالميا ليصبح حكما الدولي المصري السابق ضمن قائمة أفضل 22 حكما على مستوى العالم. تكررت مشاركة جريشة في البطولة الكبرى ليعود تواجد في بطولة كأس العالم في روسيا عام 2018، حيث أسندت له مباراة انجلترا وبنما في دور المجموعات، واستطاع أن يواصل مستواه المعهود في المواعيد الكبرى. تعرض جهاد جريشة لمواقف صعبة عديدة، وتعرض للهجوم من جماهير الأهلي والزمالك رغم إشادة المسؤولين عن التحكيم الأفريقي والدولي بمستواه الرفيع، إلا أن هذا الهجوم لم يؤثر على معنوياته أو ثقته بنفسه، وواصل مسيرته اللافتة للنظر. في مفاجأة غير متوقعة، اتخذ جريشة قراره بإنهاء مسيرته الطويلة في الملاعب المصرية والعالمية التي استمرت ل25 عاما، تاركا خلفه تاريخا ذهبيا يتتبعه الأجيال القادمة التي ستحمل راية التحكيم المصري.